السلام عليكم. اسكندرية بحري، ناس جميلة. بالليل اسكندرية لها طعم تاني خالص غير الصبح، ودايما ناس كتير جدا بتيجي اسكندرية متوقعة ان نروح اسكندرية ناكل اكلة سمك بس او نقعد على البحر بس. محدش بقاله كتير او بقالنا كتير محدش فينا فكر ان يروح اسكندرية بالليل ويتمشى على خط الترام في وسط الجمال والمعمار الجميل وفي اهل اسكندرية العظماء زي ما انتم شايفين، ناس محترمين جدا، ناس مرحبين فينا كويس جدا. رايحين ناكل كبدة اسكندراني من عند واحد هو بس بتاع الكبدة، ما بيشتغلش غير في الكبدة الاسكندراني. راجل مشهور جدا، معروف جدا، بيعمل كبدة بطعم مميز جدا، اسمه فرج ابو خالد. تعالوا نشوف ونعرف وندوق ونستمتع ونعرف اخبار اكلتنا ايه مع الكبدة الاسكندراني من قلب بحري. يلا بينا ابو خالد. حبيبي يا شيخ، عامل ايه يا برنس؟ ايه النور ده؟ حبيبي ربنا يخليك يا شيخ، عامل ايه يا برنس؟ كل سنه وسعادتك طيب، الله يخليك يا عم، منور الدنيا كلها، الله يخليك يا عم. الله يخليك يا شيخ، حلاوتك يا شيخ، حلاوتك يا شيخ. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ كل زي الفل يا شيخ، ربنا يخليك يا رجاله. اتفضل يا شيخ. عاملين ايه؟ اتفضل. ايه الحلويات دي يا عم؟ حلاوتك يا شيخ. قال لك كده اسكندراني فرج ابو خالد، بس اقول لك روح للراجل ده قول لي بقى. اتفضل. كده الاسكندراني؟ كده الاسكندراني. انا من القاهره. يا اهلا وسهلا بيك فوق دماغي. في ناس عندنا في القاهرة وبعض المحافظات تمام يا شيخ بتعمل الكبدة الاسكندراني بألوان وأشكال وأنواع. تمام يا شيخ. وأنا موضوع الحلقة معايا النهاردة أو موضوع الطبق اللي جاي الحلقة النهاردة عليه شرف لي. أنا بحب أجيب كل طبق من مكانه تحت أمرك، من أهل الثقة بتاعتك أو المخترعين. شرف لي. كل حد في اسكندرية يقول لك روح لفرج أبو خالد. ده شرف لي والله. أنا عايز أبص بس بعد إذن حضرتك والشباب كده نبص على الكبدة بالمرة. تعال بص على الكبدة. اتفضل. بص سيادتك الكبدة النية بقى، يعني تعال بص بقى على حاجة قبل ما نشتغل بيها. دي سيادتك كبده متقطعه تقطيع شوي. كبده دي ايه، بتلو ولا ايه؟ دي كبده بتلو. الله اكبر. احنا متخصصين في الكبده البتلو. ورد الكاميرا الكبده البتلو عامله ازاي؟ اتفضل يا بيه. احنا متخصصين في الكبده البتلو، كل الشغل بتاعنا بلدي يرضي ربنا والحمد لله ملناش منافس في الشغل. الله اكبر. وبنخاف ربنا في اكل عيشنا. ربنا. قول ايه تاني عندك غير الكبده؟ عندي كبده وعندي سيادتك مخاصي وعندي قلوب وعندي كلاوي. ايه اللي جاب المخ عندك؟ كل حاجه. انت بتشتغل في المخ كمان؟ انا متخصص في اي حاجه في البهيمه انا فيها. خلينا نعمل طبق كبده كده وناكل مع بعض. نعمل ونعرف قوي 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 قوي. كبده النيه بتبين كل حاجه وواضحه جدا كل حاجه. بسم الله ما شاء الله الموضوع باين يعني. ولع النار. يلا ولع لي النار يا حبيبي بعد اذن سيادتك. اهم حاجه في الكبده طبعا دي. طبعا طبعا. خش ده بقى اللي هي الفينو الجميل ده. طيب خلينا نفهم وندوق ونستمتع مع الحاج فرج. تمام. نبدا نتكلم على الكبده من اول ما حط زيت لحد ان شاء الله ما هناكل مع حضرتك. تمام تحت امرك يا شيخ. انت حطيت الاول الزيت ايه؟ انا حطيت الزيت. دوت الزيت بنحطه يا دوبك بيسخن شويه. انت بتحط زيت كتير؟ بنحط زيت كتير يعني عشان في بعض الناس بتقول لك حط سن الزيت وشوحها. لا 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 وزود البهارات. لا ما فيش صحه. لا يا شيخ. اللي انت فاهمه لا يا شيخ ما فيش الكلام ده. انت بتزود زيت. انا كده زودت الزيت ما شاء الله حلو. انا كده هنبدا نحط سيادتك واحدة طشة اهي. واحدة طشة على زيت سخن. على زيت سخن. اللي هي جواها التومة والخلطة بتاعتك. التومة والخلطة بتاعتك. عملها لكم انا بعدين. ماشي. الله 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 الله. بص يا شيخنا. شوف شوف بص كده جوه هنا يا هيمة. بص يا هيمة. شايف الطشة عاملة ازاي يا هيمة؟ شايف الكلام؟ شايف؟ معاك اتنين زيت اهو. الله أكبر. هبدأ أنزل الكبدة بتاعتك. على طول. الكبدة اهي. اهي. وما بيستناش لما الطشة تغبق منه. يعني كله نايف نايف. مظبوط؟ تمام يا شيخ. ماشي. بص سيادتك انا هناخد شوية فلفل اخضر اهو. حامي. ايوه. فوق منها. ماشي. تمام يا شيخ. الله اكبر. وهناخد كمان شوية ملح اهو. عسل. تمام يا شيخنا؟ ماشي يا استاذنا. ونقوم مدي تقلبتين اهو. الله. هات طبق يا بابا. وتعلي النار ولا بتوطي؟ لا انا كده معلي النار اهو. حلو. هي كده استوت؟ كده هنديها كمان لفتين وهندفع عليها النار. خلاص. ده بسم الله ما شاء الله بقت يعني ورد، يعني حاسس ان بتاعها جدا ما شاء الله في قلب الطاسة. ما شاء الله. وزيت نظيف، ريحة الكبدة حلوة. دي كده الكبدة بتاعتي استوت يا شيخ. بص المنظر عاملة ازاي؟ شايف كبدة عاملة ازاي؟ ورد. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ما بتسويهاش كتير. لا هي خلاص هي كده استوت. ما بتنشفهاش. ولا ننشفها، بص يا شيخ. حلو. هي كده الكبده دي هتستوت كده شفنا. لك عندي حاجه واحده بس تقول لي الكبده نيه. لو انت قطعت حته الكبده دي ولقيت فيها دم يبقى كده الكبده دي ما استوتش. فهمتك. لكن طول ما هي بالمنظر الجميل الورد ده شوك يا حبيبي. شوكت مين تعالى وانا بتاع شوك.
مش عايز شكر. انا زي الفل. لا الله اكبر، انا هاكل بايدي. عايز اقول لكم مش هجامله ومش هقول ان هي حلوه، انا عايز اقول لكم حاجه واحده. منظر الكبده شوف عامله ازاي، وردي لونها باين جدا، حاجه مستويه كويس قوي، في ريحه حلوه، مش محروقه من النار، مش ملسوعه. بص المنظر عامل ازاي، شايف المنظر؟ دي كبده فرج ابو خالد من بحري من اسكندريه على النار قدام حضراتكم. من بحري وبنحبوه والله العظيم. تعالى وعند ابو خالد بنستنوه. الله حبيب قلب يا شيخ الدنيا كلها.